بسم الله والابن والروح القدس اله الواحد امين. تحل علينا نعمته وتدوم فينا بركته من الان والابد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. مع بدايه السنه الكنيسه تقدم لنا اعياد كتير قوي. الشهر دون شهر مليان بالاعياد. شهر يناير ده شهر مليان بالاعياد. يبدا براس السنه سنه جديده الواحد يبدا فيها ان هو يحط شويه علامات كده مضيئه في السنه الجديده، ويبدأ ينسى ما هو قديم، يقدم توبة حلوة يستقبل بها السنة الجديدة. زائد بعد كده عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح النهاردة، وبعد كده هنلاقي فيه عيد ايه؟ ما مين يقول معايا؟ عيد الغطاس. لا، فيه قبلها حاجة. ايوه برافو عليك، عيد الختان. تمام. بعد 8 أيام أخذوا الصبي ليختنوه، وبعد كده عيد ايه؟ عيد الغطاس اللي بيجي مع القديسة دميانة زي ما انتم عارفين، مش كده؟ فشهر مليان بالأعياد الكتيرة قوي. تعالوا النهارده ناخد تأمل صغير في النهارده الإنجيل اللي احنا سمعناه النهارده، إنجيل زيارة المجوس. ونبص كده لحكمة الكنيسة العجيبة قوي، إن زيارة المجوس كانت الأول ولا زيارة الرعاة كانت الأول؟ الرعاة، مش كده؟ طب احنا النهارده بنحتفل أهو بالعيد دلوقتي في قداس العيد، لكن بنقرا أنهي؟ بنقرا مع بعض المجوس. طب ليه؟ لأن الكنيسة اللي أخد باله في قداس بيتصلى الصبح اسمه قداس البرامون، هنلاقي القراءات بتاعة الصبح الكنيسة تذكر فيه زيارة إيه؟ زيارة الرعاة. وكأن الكنيسة بتشاور لينا على الميلاد الزمني للمسيح. زيارة الرعاة ده توقيت الزمني للمسيح بالفعل اتولد فيه، مش كده؟ في الوقت ده اتولد المسيح والرعاة راحوا زاروه أول لما اتولد. لكن زيارة المجوس كانت بعديها بفترة. فالكنيسة تشاور لنا بالليل في القداس على الميلاد الايه؟ الميلاد الازلي للمسيح، مولود من الاب قبل كل الظهور. هنا تشاور على لاهوت المسيح، وهناك نشاور على ايه؟ نشاور على ناسوت المسيح. بدليل ان المجوس لما جم يقدموا هدايا، قدموا هدايا ايه؟ للمسيح ملك الملوك ورب الارباب، ذهب ولبان ومر. وقالوا حاجة جميلة قوي في الإنجيل النهاردة، يقولوا كده هو الفرح فرحا عظيما لما وجدوا الصبي. وبعدين يقول أتوا إلى البيت حيث رأوا الصبي مع أمه. وبعدين يقول خروا وسجدوا له. ترتيب الأحداث بتاعت زيارة المجوس كده. فتحوا كنوزهم وقدموا ثم انصرفوا إلى من طريق آخر، مش كده؟ مش ده ترتيب الأحداث؟ طب إيه اللي حصل في هذا التسلسل العجيب؟ أول حاجة بيقولوا إن هم فرحوا فرحا عظيما، يعني اي واحد يتقابل مع المسيح لابد ان هو ايه؟ يفرح. اي واحد يتقابل مع المسيح لابد ان يفرح. شايفين رساله سيدنا البابا النهارده يقول لك ازاي نتقابل مع المسيح؟ اللي بيدي ده اكتر واحد يفرح، زي الانسان بتاع القصه اللي حكاها سيدنا بابا بتاع اللي معاه شجره الكريسماس. حد خد باله ازاي واحد زي كده راح يقدم مع انه كان محتاج الفلوس دي وبدا يقدمها للناس وكل واحد فرحه، هو كمان ما رجعش فاضي، لكن هو كمان رجع ايه؟ رجع فرحان. عشان كده مستوى الفرح في حياه الانسان انه يتقابل مع المسيح. اقول لكم بصراحه، كان دي اول ليا زياره ليا في اوروبا، بكده كنت بزور امريكا وكندا وكده، لكن السنه دي اول زياره ليا في اوروبا. لكن خدت كده فكره كده عن بعض البلدان اللي بزورها، لقيت ان اغلب نسب الانتحار في العالم موجوده فين؟ في هذه البلاد. في حين ان اغلب او اعلى نسب التقدم والتكنولوجي موجوده فين؟ هنا. الدنيا منظمه طرق تغيظ يعني، مش كده؟ يعني النظام هنا بزياده قوي. طب في واحد عايش، يعني عايز اقول ايه؟ يعني عارفين يقول لك الجنه اللي على الارض، الدنيا منظمه قوي، او المدينه التي نزلت من السماء. لكن بالرغم من كده في ايه؟ في ميسنج، في حاجه واقعه اسمها ايه؟ مفيش مقابله مع المسيح، مفيش فرح داخلي. مفيش فرح داخلي. معنى كده ان مش الاخلاق والمزايا والدنيا اللي الواحد عايش فيها دي هي دي اللي بتدي بليجر. في فرق بين الهابينس، فرق بين البليجر، مش كده؟ هابينس ده فرح، لكن البليجر السعاده دي طالعه من جوه، من داخل الانسان. امتى الواحد يوصل لحته البليجر دي؟ يوصل الواحد للحته دي لما يتقابل مع المسيح. امتى؟ لما عينه تكون فوق مش تحت، لما عينه تكون في الأبدية مش تحت. قصة صغيرة كده بسيطة قوي. جه مرة ولد دخل البيت بيتنطط وقعد ينده، ماما نجحت، ماما نجحت، وعمال يتنطط. نجحت في الثانوية بقى، ونجحت في الباتشلر أو أعلى شهادة واخدها يعني. فالأم جريت عليه وفرحانة قوي،
لكنها ردت رد عجيب جدا خرم مداني الحقيقه ساعتها. قالت له يا حبيبي الف الف مبروك عقبال السماء. ايه؟ عارفين كلمه عقبال السماء دي معناها ايه؟ احنا فاهمين طبعا يعني معناها ان نروح السماء. في حد يقدر يفكر بهذا الشكل؟ هو ده مستوى فرح لما واحد يفقد حد عزيز عليه في الارض يبقى فرحان؟ تفرق امتى؟ لما يعرف انه وصل فين في حضن المسيح، لما تقابل مع المسيح. لما يتقابل مع المسيح يبقى فعلا كده وصل لنهايه المحطه، وفعلا الواحد يبقى فرحان لانه موجود في حضن المسيح. عشان كده لما تقابله المجوس مع المسيح يقول ايه؟ فرحوا فرحا عظيما. بعد كده يقولوا ايه؟ اتوا الى البيت حيث راوا الصبي مع امه. عشان يتقابلوا معاه يروحوا فين؟ في بيته. عشان كده مستوى الفرح بدون الكنيسه فرح ضعيف قوي. مش كده؟ لان الكنيسه اسمها ايه؟ بيت الله والملائكه. حتى وان كنا بنأجر مكان نصلي فيه، وانس دخلنا وبدانا نصلي فيه المسيح حاضر معانا. كلمه كنيسه معناها ايه؟ معناها مذبح. كنيسه ايكوال كده ايه؟ مذبح. يعني ايه مذبح؟ يعني عمانويل الهنا في وسطنا الان، موجود معانا على المذبح. هو ده المكان، هو ده المكان. الكنيسه يعني السماء، كنيسه يعني قلبي، كنيسه يعني بيتي. مش كده؟ هو ده البيت اللي المسيح يقعد فيه. لما يتقابل المسيح جوه بيتي جوه قلبي ساعتها ايه؟ هشوف الصبي، هشوف المسيح ساعتها. وده اللي قالته عروس النشيد: وجدت من تحبه نفسي فامسكته ولم ارخيه. لقيت المسيح، لقيت الحاجه اللي عاوزها. لما تلاقي الحاجه اللي عاوزها تعمل فيها ايه؟ حد يكلبش فيها يعني. يعني يمسك فيها بايده واسنانه. هو ده الفرح اللي انا لقيته. لكل كمال رب رأيته منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. طب ده الوصية واسعة وعمالة جاهد كتير. بس أنا فرحان، لأن كل لما بجاهد كل ما بتقابل معاك، كل ما بمشي خطوتين بلاقيك يا رب واتقابل معاك. طب لما اتقابل معاك أعمل إيه بقى؟ خروا وسجدوا له. يعني إيه خروا وسجدوا له؟ يعني أقول لرب أفكاري دي فين؟ تحت رجليك. أخضع إلى الله، أخضع لعمله، أخضع لتدبيره، حتى للظروف الصعبة اللي ممكن أكون موجود فيها أخضع وأقبلها بشكر. ساعتها إيه؟ هتقابل معاه. الإنسان اللي يخضع، عارفين المثل العادي يقولك لما تيجي موجة عالية تعمل إيه؟ توطي. فإيه اللي يحصل؟ يعني تتضع، يعني تعدي الموجة وتقوم أنت واقف كده إيه؟ سليم، مفيش أي إصابات. ليه؟ عشان تقابلت معاه وخضعت لبين إيديه. في من طلبات اسبوع الالام نقوله نخضع ما بين ايديك على كل حال ومن اجل كل حال وفي سائر الاحوال. يعني في اي وقت يا رب احنا بين ايديك. مين الانسان اللي عنده هذا الايمان العظيم؟ عشان كده المجوس لما شافوا المسيح اترموا تحت رجلين المسيح، سجدوا. طب ده بيسجدوا لطفل، لانه ملك الملوك، ده ربنا الله الظاهر في الجسد، الله الكلمه المتجسد. عشان كده خروا ما بين ايديه. طب خروا قدام المسيح عملوا ايه بقى؟ حد يروح يزور حد وايده فاضيه؟ ايه رايكم؟ ما ينفعش. فيروحوا معاهم ايه؟ معاهم هدايا. بس دول بقى ايه؟ في ايه حلوه تقول ايه؟ لا تحضر امام الله فارغا، او لا تقف امام الله فارغا. ما تجيش قدام ربنا وايدك فاضيه. امال تيجي تعمل ايه؟ تيجي معاك بقى قلبك، معاك توبتك، معاكش حاجه تقدمها، بس لازم تيجي وايدك مليانه. اقول لكم قصه جميله قوي بمناسبه التلج الحلو ده. خدين بالنا والجو الجميل اللي ما حصلش من 41 سنة على ما سمعت يعني السنة دي في النرويج هنا في أوسلو. قريت قصة جميلة قوي عجبتني عن طفل كان في المدرسة وكان في عيد كريسماس زي كده والتلج كتير خالص. فجه المدرس كان شاطر قوي، فقال لهم إيه يا ولاد، أنا عاوزكم كل واحد فيكم يرسم لي مزود ويرسم لي جواه بابا يسوع. كل واحد اخذ الوانه وقعد يتفنن بقى يرسم المزود ويرسم القش اللي حواليه ويرسم الطفل. فعدى المدرس كده لقى ولد رسم المزود ورسم طفلين في المزود. فالمدرس استغرب، قال له حبيبي انت في حاجه مش مظبوطه. قال له ايه؟ قال له انت ليه راسم اتنين طفل في المزود؟ ده هو بابا يسوع بس اللي كان في المزود. قال له ما انا عارف. قال له امال مين الطفل التاني ده؟ قال له انا، لان الجو كان ساقعه قوي فصعب بابا يسوع ينام في المزود لوحده، فأنا عاوز أنام جنبه عشان أدفيه، عشان أديله حاجة عشان يتدفى. شايفين قد إيه؟ هذا هو
التقاء المسيح، القلب البسيط النقي اللي يعرف يتقابل مع المسيح، عاوز يقدم حاجة ملقاش حاجة يقدمها، قال خلاص أنا يا رب أقدم نفسي، في أحلى من كده إيه إن أنا أقدمه. قدموا ذهبا ولبانا ومرا، الذهب هو إيه؟ إشارة لملكه مش كده؟ وبعدين المر اللي هو اللبان إشارة إلى كهنوت المسيح رئيس الكهنة الأعظم. والذهب ولبانا ومرا، اللبان اللي هو البخور، والمر اللي هو آلام المسيح، تمام؟ طيب يا ترى الواحد عاوز يقدم ايه؟ انا محتاج ان انا اقدم ايه للمسيح؟ عندي حاجه ذهب اقدمها له، مش لازم ذهب بمعنى جولد يعني، ذهب بمعنى حاجه عندك في حياتك غاليه زي الذهب. ايه اغلى حاجه عندك زي الذهب تقدمها للمسيح؟ في واحد تبقى عنده عاده وحشه قوي، تعباه، مضايقاه، العاده دي يا رب دي الذهب بالنسبه لي، مش عارف اسيبها، دي اغلى حاجه عندي، اهدي بقى يا رب هاجي اقدمها لك النهارده. شوفوا قد ايه، ايه هو الذهب اللي في حياتي اللي نفسي اقدمه للمسيح؟ مش لازم يكون حاجات ماديه يعني، لكن في حاجات في حياتي زي الذهب. اغلى حاجه عندك ايه؟ هل في حاجه في حياتك اغلى من المسيح؟ هي دي الفكره بقى، ايه الحاجه اللي في حياتي بتنافس محبه المسيح زي الذهب بالنسبه لي، بتنافس محبه المسيح؟ عشان كده ربنا عاوز يجلس على هذا العرش، عاوز يجلس على هذا العرش ليه؟ عشان هو ده الذهب، الذهب اللي هو القلب النقي. قصة جميلة قوي قريتها في لوس أنجلوس، حصلت مع بنت اسمها جين كده، بنت واحد من الأثرياء الأغنياء جدا في لوس أنجلوس. فكان عيد الكريسماس جاي، فنزلت تشتري هدية لبابا وماما يعني. فدخلت محل، تعرفين طبعا أي محل بره فيه حاجات الواو قوي الغالية جدا، وفي حاجات البسيطة لأي حد يشتريها. فدخلت على الركن اللي فيه الحاجات الغالية جدا، واشترت هدية ب$2000، الكلام ده يعني تمانينات ولا سبعينات يعني، وواحد اشترت هدية تانية ب$2، واحدة لبابا وواحدة لماما، كام دولار دول؟ $4000، مبلغ ضخم جدا في الوقت ده. ودخل طفل صغير وأخته معاه صغيرين، وبعدين راحوا عند قسم الشوزات كده، هو لقوا شوز حلو بيلمع بس طبعا فلصوا يعني، بس ثمنه بسيط، كان ثمنه $6. فساعتها مش عارفين ثمنه، خدوه وراحوا بيه على الكاشير. فكانوا الاطفال دي ايه قدام البنت اللي هتدفع $4000 ثمن الهدايا. واول لما دخلوا فالكاشير بتعمل سكانين كده، فقالت له $6. فالبنت طلعت في جيبها لقت دولار، واخوها طلع $2، قال لها بس انا مش معايا غير 3، هنعمل ايه، نتصرف ازاي؟ قال لها ما تقلقيش، خلي الشوز هنا، نعمل له هولد يعني، وانا بكره او النهارده هروح اشتغل في الجنينه بتاعت الجار اللي جنبي واجيب فلوس عشان نيجي ناخد الشوز ده. فقالت له بس بكره كريسماس وهيقفلوا، هناخد الشوز بقى احنا ازاي كده؟ فالبنت لفت نظرها فقالت لهم خلاص ما تقلقوش، انا هدفع لكم $6. لهم بس انا ليا سؤال غريب شويه. قالت لها ايه؟ قالت لها الشوز ده مقاسه قد كده، وانت بنت صغنطوطه مقاسك قد كده اهو، واخد الشوز الكبير ده ليه؟ لا الشوز ده مش عشاني انا، ده عشان ماما. قالت لها ليه عشان ماما؟ لا عشان الدكتور قال لنا ان العيد ده ممكن تكون اخر عيد ماما هتقضي فيه العيد معانا، وبعد كده هتروح السماء عشان عندها كانسر او عندها مرض هتنتهي قريب فيه. فعشان كده فكرنا ايه احلى هديه نجيبها لماما في الوقت ده؟ قلنا بما ان السماء جميله قوي والسماء ذهب وبتلمع، نعمل ايه؟ نجيب لها حاجه تليق بالمكان اللي موجوده فيه. فعشان كده جبنا لها الشوز اللي ايه؟ اللي بيلمع الحلو ده. فطبعا قال ده احسن حاجه تتقابل بيه مع المسيح في السماء، ايه هو؟ حاجه تناسب المكان، على قد فهم ايه؟ الطفل الصغير. لانه شايف ان السماء احلى مكان، فعاوز يقدم احلى شيء. السماء احلى مكان، عاوز يقدم احلى شيء. اللبان اللي هو البخور، البخور اللي هو ايه؟ ريحته حلوه مش كده؟ الريحه الحلوه في حياتنا احنا انتم رائحه المسيح الزكيه، انتم رائحه المسيح الزكيه. والمر ده كان يستخدم زمان في تحنيط الموتى لان ريحته كويسه، خدين بالنا. ولكن المر يشير الى ايه؟ الى الالم، الى التعب. في تعب ممكن اجي اقدمه لربنا يعني، كل واحد جه النهارده وتعب عشان يعرف يجي في جو صعب، وممكن يكون قلقان من يحصل ستاكينج ولا حاجه في الطريق او كل ده قدام ربنا ايه؟ بخور غالي كثير الثمن.
زي الطيب الغالي كثير الثمن اللي مريم حطته عند رجلين المسيح. فتعالوا النهاردة نشوف إحنا محتاجين إيه. إحنا رب محتاجين نيجي يا رب نفرح معاك، نفرح فرحا عظيما زي المجوس. محتاجين نيجي إلى بيتك اللي هو بيت اللي هو الكنيسة اللي هو قلبنا اللي هو البيت اللي إحنا موجودين فيه، ندخل فيه المسيح، نصلي جوه البيت مع بعض كل يوم إن شاء الله صلاة صغيرة، فالمسيح يكون موجود في البيت. محتاجين نسجد قدامك، نخضع ما بين إيديك، نقبل يا رب كل حاجة حلوة تديها لنا في حياتنا. محتاجين نقدم ليك كنوز حلوة زي المجوس. محتاجين إيه بقى؟ ننصرف من طريق آخر. يعني إيه ننصرف من طريق آخر؟ دي آخر حاجة. يعني إيه؟ ما نرجعش للي كنا فيه بقى. المجوس هنا ما رجعوش من نفس الطريق. نحط يا ربي حاجة حلوة جديدة، بداية جديدة حلوة معاك يا رب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.